اعرف الناس اللي حصل ايه النهارده. يعني انا كنت موجود بس هم ما كانوش. انت عرفت النقاط، انت عرفت الخبات دي باطله ومزوره كلها بقى. انت عرفت، وكمان انت حضرتك النهارده قلت انا مش جاي علشان يعني انا مش عايز اترشح تاني او عايز ارجع النادي النهارده. النهارده هزاين في كل الالعاب، في كل الفرق، في كل الاعمار، سيدات واولاد، تمام. خراب في النادي، بلطجه، ضرب في الاعضاء. انت عارف ان الاشتراكات بتاعت مرسي مطروح بيعملها 750 فرد، دلوقتي عاملين 2500 فرد. ناس مفتريه. مين دول؟ يا اللي جبتهم من فضل حضرتك الجميع عمرها ما جبتهمش. حضرتك جبتهم وكنت عندك عشم وامل الناس دي هتضخ اموال جوه النادي، والناس دي جايه ما شاء الله. انا اثبتت بالدليل ان انا سايب اول حاجه 37 مليون دول بتوع اربع محلات في الخزنه، وحوالي 37 مليون في الدولارات حد الكوره قالوا في الدولار من بره، و 120 مليون دول شركه الرعايه. واهم من كل ده بقى كهرباء. كهرباء كان عليه 1 مليون و600 حاجه دولار، تمام. وحضرتك كهرباء بعت كل ادب يعني بيخاطب اللي جنبه. حضرتك كهرباء بعت للمحكمه اولا حسين لبيب والمعاه دول كلهم ما لهمش علاقه بالحكم ده. لا امير واحمد وانا اللي طلعنا قضيه من الجلده للجلده. وانت فاكر ايام قالوا ايه؟ قالوا ان العقد بتاع الكهرباء مزور. طلع مزور؟ لا طبعا. طب اللي قال كده يحط جهاز مرفوع؟ يحط جهاز مرفوع. مين اللي قال كده؟ شوبير. ده طبيعي. انت قلت انه مزور. طلعت امال دفعته ليه؟ ده هو مزور. هو بعت للمحكمه الدولية قال لهم من فضلكم عايز ادفع بالمصري، قالوا له لا. طب اجي اعصر، قالوا له لا. قام حسين لبيب اللي هو اقوى من المحكمة الدولية واللي معاه المليونيرات اللي مش حد فيهم دفع مليم تاني، مليم في النادي، عملوا ايه؟ قال لك ممكن الكابتن محمود الخطيب اللاعب الكبير يجي يتفضل ويتشرف ويزورنا؟ قال لهم لا. نمرة واحد شد رئيس النادي التاريخي بتاعه، حاضر يا باشا. نمرة اثنين يشيلوا يفط نادي الكهرباء، حاضر يا باشا. قصدتوا غرام الكهرباء وتاخدوا النص، حاضر يا باشا. تاخدوها بالجنيه المصري. كله يا باشا. واتفرشت السجاجيد المحمر. طب هو انت عايز لعيبتك تكسب الاهلي امتى بقى؟ ما انت دلوقتي مبقاش يعني بقى. ازاي بقى؟ انت عندك مدرب اجنبي ومساعد اجنبي ومدرب ولاعيبه اجانب. لما يجي الشهر تدفع لهم، تدفع لهم بايه؟ بالدولار. بالدولار. حضرتك راح قايل لك فحضرتك مين؟ محتاج الدولار. انا محتاج الدولار، تمام. انت حسبت الدولار ب 30 جنيه. انا دلوقتي عايز احاسب قد المدرب فلوس، راح اشتري ب 60 جنيه. يبقى انت خسرت النادي من 30 ل 60، خسرت النادي مش اقل 120 مليون. مين بيحاسب؟ طب اقول لك يا باشا، لما حضرتك جبتهم وقلت دول اللي هينقذوا النادي، النادي في الترتيب ال 14 خسر جميع البطولات في اي لعبه، بنات ولاد، خلاص. يبقى حضرتك انت حقا يا عم تحاسب النادي. وقلت ما اعتقد الناس دي بقى ضخت في النادي فلوس. لا، امال عملت ايه؟ اقول لك عملت ايه. خدوا كارد نص مليار من وزير الحياه. انت قلت حضرتك ان انت رفضت تاخد القرض ده. اساله الوزير. لا يعني انا مهدود حيلي من 2014 وجودات ممدوع بس اللي هم سلموا النادي دلوقتي ورفضت تاخد القرض. ثانية واحدة، ومع ذلك ما اشتكيتش. وجبت أحسن لعيب وخدت كل البطولات دي والنادي بقى إعلامي، تمام؟ طيب هو حضرتك دلوقتي ليه بتدي ممدوح عباس اللي أنت قلت عليه العشرية السوداء النادي يركبه دلوقتي؟ مش هو ده بتاع العشرية السوداء؟ مين متحكم؟ 10,000 عيل اللي هم الألترس ولا ليهم لازمة؟ وكنت بنيمهم في البيت من المغرب وتلبس فانيلة الزمالك أبيض ومخطط لهم، حاضر يا باشا. وتشجع وشك لحاضر يا باشا. ما تديش ظهرك لحاضر يا باشا، تمام؟ بيخش دلوقتي عاملين علامه رابعه ولبس اسود. لبس اسود. تمام. فانا بقول للباشا، يا معالي الباشا كل ادب واحترام، انا جبت محامي يدير لي مكتبي، واعتقد ان المكتب ده كان بيكسب مثلا 80% قضايا، يكسب 100%. لقيت بكسب زيرو قضايا، امشيه ولا اقعده؟ لا يمشي طبعا. حضرتك جبتهم جابوا النادي الارض، حضرتك سايبهم ليه؟ كل ادب واحترام. حضرتك كنت عشمان، هو ادب واحترام اهو، عشمان ان دول هيطلعوا النادي برج القاهره، تمام؟ جابوا البدرون، حضرتك سايبهم ليه؟ لغايه ما الجماهير تطلع والاعضاء يطلعوا وبعدين. يعني ايه عضو مجلس اداره ياخد شماريخ ورصاص وبتاع في المطار عشان يعمل مشكله مع
دولة صديقة سعودية بتحاسب؟ لا ما بتحاسبش. ومحمد سلمان عليه أحكام سجن في شيكات؟ لا ما يتحاسبش. دي القضية المخلة بالشرف؟ لا ما يتحاسبش. طب أحمد سلمان وحسين لبيب بيضربوا بعض كل يوم، ده عنده إبراهيم عبد الجواد وده عنده مغيب وإحنا عمالين نتفرج على ماذا؟ لا ما يتحاسبوش. طب مين اللي في القناة؟ ما أعرفش. نسبة المشاهدة إيه؟ زيرو زيرو. أنا بقول لك أهو.